انها شخصيه. انا نحاول نتقيد بالتقديم ديال هذا الموعد كانه لمحه على اللائحه المحليه ديال حزب الاثار والمعاصره. السؤال يمكن يطرح راسه خصوصا في وجود اسم من حجم عبد السلام بوطيب بالصفه ديالو ولا بالصفه ديالو الحقوقيه وغياب اي عنصر نسبي على اللائحه ديالو. واش ما كيشوف السي عبد السلام بوطيب ان بوطيب السياسي بدا من دابا كيغلب على بوطيب الحقوقي الجمعوي من هذه الساعه؟ مازال ما قلنا بسم الله حتى في الحمله الانتخابيه ولا اقتراع ولا نتائج. شكرا جزيلا. ما حسبت نحسب السؤال لسبب بسيط، وكان خصنا ندير فيه استشارات مع الاخوان والاخوات. واش ممكن نوضعوا الصحفيين ديالنا في صلب النقاشات اللي درنا مع مختلف الفاعلات والفاعلين داخل الحزب ديالهم؟ اكيد انه سياسي اليوم ما سنكشفوا على هذه القضيه، لانه والاخوان ليس سرا باش نقول لك واحد الحاجه، انه الاخوان منذ ان بدانا في الاجتماع الاول ديال الاجتماع ديال المكتب كل شيء يجب ان يوثق بالبيفي بما في الاتفاقات اللي غنديروا تتعلق بمسلسل ما بعد 25. لان بالنسبه لينا هذا المسلسل كله سي كان باكج كيبدا دابا وكينتهي في الانتخابات البلديه، وعنده 6 شهور ديال الحياه، وحنايا داخلين في مسلسل طويل ديال الاخر ديال استعدادات لهذ الرهانات. غير بغيت نقول لك واحد القضيه بالنسبه للموعد. قبل ما نجيو بطبيعه الحال استشرنا مع قانونيين كبار المحامين ديالنا ديال الحزب حول هل يمكن ان نعتبر هذا اللقاء سابق لاوانيه ام لا. بطبيعه الحال بعد استشارات قيل لنا قانونيا الامر داخل مقر خاص بحزب لا نوزع فيه لا شعارات ولا اي حاجه نريد ان نتواصل فيه فاشتغلوا. قيل لنا القانونيين امرونا بان نشتغل.